عاوز أكلمكم الليلة دي عن شعار حطوه الآباء القديسين زمان. قالوا اعرف نفسك تعرف الله. نسبت لكذا قديس، أولهم القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. يعني ايه تعرف نفسك تعرف ربنا؟ يعني اللي مش فاهم نفسه او مش عارف نفسه صعب يعرف ربنا او يتعرف عليه. اديكم شوية امثلة الاول عن العكس، يعني ازاي واحد مش عارف نفسه صعب يعرف ربنا. تصوروا انه في العالم الغربي النهاردة بيقنعوهم ان الانسان ما هو إلا حيوان متطور. سيطلع الطفل من دول معتقد إنه مجرد حيوان متطور. طبيعي الحيوان مش هيعرف ربنا ولا له علاقة بربنا ولا مطالب إنه يقرب من ربنا ولا متوقع حياة أبدية لا تنتهي ولا ينفع يقولوا له صح وغلط وأخلاقه. خلاص إذا كان هو عرف نفسه أو عرف نفسه أنا مجرد حيوان متطور، خلاص انتهى وجود ربنا بالنسبة له. تعالوا نبص لها من زاوية تانية. لو واحد بيكره نفسه، في ناس طالعة كده بسبب تربيتها أو ظروفها، هو مش قابل نفسه، طب ما طبيعي مش هيقبل ربنا أو هيبقى بيتخانق مع ربنا، خلقتني ليه أو خلقتني كده ليه، لأن هو رافض نفسه ومش قابل نفسه. وطبعا ده لأنه مش عارف نفسه. ما هو لو الواحد عارف نفسه صح هيقبلها ويحبها. أو واحد شايف نفسه إله زي فرعون مثلا. فرعون كان بيعرف نفسه أنه إله، فلا يمكن يعرف ربنا. خلي بالكم فرعون شاف معجزات أكتر منكم بس معرفش ربنا. ليه؟ لأن معرفته بنفسه أنه هو نفسه ربنا تمنعه أنه يشوف أن في ربنا تاني. فحتى لو شاف معجزات وحجج مقنعة مش هيعرف ربنا. ده يرجعنا تاني ان المقولة دي مقولة كلها حكمة. اعرف نفسك تعرف ربنا، لانك لما هتعرف نفسك صح هتشوف ربنا. هتكلم عن خمس نقط اعرف نفسي في ايه وبعدين نقول اعرفها ازاي. اولا اعرف قيمة نفسك، وده بقى المفهوم المسيحي او ايماننا المسيحي. لو انا سألت انسان من انت، ما هو ده معرفة النفس، يقول لي أنا بني آدم، فيرجع يقول لي وأنت من أنت، أقول له أنا ابن الله. فرق كبير أوي. أنت إنسان من التراب وإلى التراب تعود، أنا من فوق وإلى فوق أعود. ده مش كبرياء، ده تعريف، دي معرفة النفس. أنت ما عدتش بني آدم، أنت بعد المعمودية بقيت بتقول أبانا الذي في السماوات، أبوك في السماء مستنيك
يبقى مكانك الطبيعي في السماء. فأنت بتعرف نفسك بتقول فلان ابن فلان، مش كده؟ الحياة مش لازم تقول اسم أبوك الجسدي، لا خلاص أنت كمسيحي قيمة نفسك أنك ابن لله. طب معوق ما تفرقش، طب عجزت ما تفرقش، طب مريض ما تفرقش، طب عندك عيوب الدنيا ما تفرقش. تصوروا ملك ابن ملك بس عنده عيوب، بس ده ابن ملك، ما فيش حاجة هتشيل منه اللقب. فأولا اعرف قيمة نفسك، لأنه على هذا الأساس أنت هتتعامل مع الكل، هتشوف نفسك من الفكرة دي، من الإيمان ده. عشان كده تلاحظوا في سير الشهداء ساعات بتبقى في قصص مكررة جميلة، يقولوا له أنت اسمك إيه؟ مسيح. منين؟ مسيح. أبوك مين؟ مسيح. هو مش بيستفز اللي بيعذبوه، هو زي اللي بيفكر نفسه بقيمته، أنا مسيحي يعني تبع المسيح، ما تفرقش أي حاجة تاني، خلاص موتوني هروح له، مش هتقدروا على روحي ولا تقدروا عليه، ولو مش سامح تموتوني لما تكونوا مين، مش هتقدروا تمسوا شعرة من راسي. إيمانه بيقول له كده، فعمال يقول مسيحي مسيحي، لأنه هي دي قيمته، أهم من اسمه الشخصي، وأهم من لقب العيلة، وأهم من التايتل بتاعه دكتور ولا مهندس ولا مدرس ولا لا لا، وأهم من سنه وشهادته وثقافته وفلوسه، كل ده كلام فارغ. يبقى اعرف نفسك في الأول، اعرف قيمتها. لما الكتاب يعرفنا أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، اعرف قيمة نفسك. لو أنت تبصص لنفسك من منظور أنا هيكل لربنا، رغم كل الضعف، إحنا لسه هنتكلم اعرف ضعفك، بس رغم الضعف ورغم الخطايا ورغم الأمراض أنت ما زلت هيكل الله وروح الله ساكن فيك، دي قيمتك. لو عرفت نفسك من هذا المنظور لازم هتحب نفسك، لازم هتحترم نفسك، لازم هتقدر نفسك، لازم هتعامل نفسك باحترام، مش عاوز أقول بإعجاب لا تفهموني غلط، هتبقى فرحان بنفسك بس بشكل سوي مش بشكل متكبر، هيخليك دائم الشكر زي ما سماه القديس أثناسيوس إفخاريستي، إنسان إفخاريستي يعني مش مصدق اللي هو فيه، طول الوقت بيقول أنا ابنك، أنا هيك اللي روحك، أنا اسمي مكتوب في السماء. فطبعا مبسوط. طب لما تحصل مشاكل، ايه المشاكل يعني؟ احباطات، ناس تكرهك، وماله عادي، حاجات صغيرة بقى. يبقى اولا اعرف قيمة نفسك، اتنين اعرف ضعفاتك، اعرف ضعفك، لان لما تعرف ضعفك هتتقبل، لان طول ما انت ما اكتشفتش ان دي نقطة ضعفك هتبقى متغاظ من نفسك طول الوقت. لكن افرض انت عرفت خلاص ان نقطة ضعفك مثلا انك بتمشي على مهلك غصب عنك، اقبل نفسك، ما ينفعش طول الوقت تبقى متغاظ انك مش قادر تجري، ما ينفعش، مش مطالب بالجري، خلاص اقبل بقى. انت عرفت نفسك انك انت ما بتعرفش تحفظ، هتفضل طول عمرك تقارن نفسك بالصمامين وتعقد روحك، خلاص مخك ما بيجمعش، نشكر الله على كده، الحمد لله في حاجات تانية كويسة، بس دي نقطة ضعف. لما تعرف نفسك تعرف ضعفك، هتعرف تتعامل مع هذا الضعف، لأنك هتقبله، هتقبله، فهتبقى حنين على نفسك في نقطة ضعفك، مش هتستغرب تصرفاتك في بعض الأمور، وممكن تتجنب مشاكل كتيرة قوي لأنك عارف ضعفك. هديكم مثل هنا مهم، قديس موسى الأسود، موسى النبي، موسى النبي شخص عظيم جدا، بس لما ربنا دعاه لرسالة كان في مرحلة عنده على الأقل 3 مشاكل نفسية كبيرة، مشكلة الخبرة الفاشلة اللي في حياته،
أنه حب يخدم ربنا وفشل قتل بني آدم، وخبرة السن أنه كبر ومجرد راعي أغنام، وبعدين خبرة تالتة هو مقتنع بيها أنه بيتهته ما بيعرفش يتكلم. ربنا ما تراجعش عن أن موسى يبقى له رسالة، بس يبدو أن الخبرة التالتة بالذات بتاعت أنه ما بيعرفش يتكلم حقيقية، قال له خلاص حلها سهل، هخلي هارون يتكلم بدالك، ما فيش مشكلة، بس هتفضل أنت رئيس الأنبياء، وهتفضل أنت رجل الله، وتفضل كليم الله، وتفضل قديس ما جاش زيه. بس دي نقطة ضعف كبيرة. طب وماله؟ ما حصلش حاجة، ليها حل. مش بالضرورة تتكلم كويس عشان تبقى ناجح في خدمتك، لا مش ضروري. أنت هتبقى حتى أعظم من هارون اللي بيعرف يتكلم. هارون بقى المتكلم المتحدث الرسمي، بس الحقيقة موسى هو النبي أو رئيس الأنبياء. لدرجة ربنا تخيلوا يقول لهارون إزاي، يقول لموسى إيه؟ أنت تكون إلها له. يعني زي ما أنا بكلمك يا موسى عشان تتكلم، أنت تقول لهارون وهارون يقول، كأنك أنت إله. يا رب ما بعرفش أتكلم وعجوز وكركوب وفاشل، أنا مش شايفك كده، اعرف نفسك يا موسى، أنا شايف حاجة تاني. لكن معاك حق في نقطة ضعف، مش هنلغيها. يبقى اعرف قيمة نفسك، اعرف ضعفك. افرض انت عندك نقطة ضعف مثلا انك قلة النظام تعصبك، اعرف ضعفك واقبله، لكن لا تقبل الخطيه. يعني ايه؟ ما تسامحش نفسك لما تغضب، لا دي عاوزة توبة وعاوزة جهاد وعاوزة تغيير، لكن اقبل نقطة ضعفك انه عدم النظام بيوترك، دي يمكن ما تتغيرش، دي نقطة ضعف. في ناس كده لو البتاع ده معمول كده ولا كده في قلق جواهم، في حاجة بتشكشك، اوكي مش هتعرف تغيرها دي، لكن لو سمحت ما تشتمش، ما تغضبش، مش مسموح. اعرف نقطة ضعفك، اقبلها، لكن لا تقبل الخطية المرتبطة بنقطة الضعف، لا هتجاهد ضد الخطية. اعرف نقطة ضعفك انك انت حساس زيادة او دموعك قريبة، ماشي قد تكون نقطة ضعف، بس احذر من اليأس، او احذر من انك تشيل من الناس اللي مش محترمة مشاعرك، ده مش مسموح به كخطية. لكن تفضل عارف نفسك انك انت حساس زيادة، وليكن ساعات تكون نقطة الضعف دي مفيدة في حاجات معينة او لناس معينين، حتى لو مضايقاك من نفسك، بس هي الحقيقة جزء من تكوينك، مش بالضرورة تتغير، بس بالضرورة الخطايا الناتجة عنها ما تبقاش موجودة. يبقى اللي هيتغير مش بالضرورة نقطة الضعف، يمكن مع الأيام تتغير، لكن المهم يتغير خطيتك. ثالث نقطة، اعرف قيمة نفسك، اعرف ضعفاتك، اعرف ميزاتك. ودي بقى مشكلة عندنا الناس اللي متربية على ايه؟ نغمة التواضع والتوبة المستمرة، ودي جميلة ومهمة في تكويننا الروحي، لكن احيانا البعض يتصور انه ممنوع اشوف في نفسي حاجة عدلة. لا غلط، بالعكس، ده لو ما حصلش كده لن تعرف الله. انت لازم تشوف في نفسك نقط حلو، لانها حقيقية ولانها نعمة من ربنا، فلن تكمل معرفتك بنفسك ان لم ترى ميزاتك، وإلا يبقى كأنك بتقول له يا رب انت ما خلقتش حاجة عدلة. قد يكون درجة من التجديف أنك لا ترى في نفسك شيء حسن، كأنك بتغالط الكتاب اللي بيقول رأى الله أنه حسن جدا، أنت تقول له بايظ خالص. بايظ خالص ازاي؟ حسن جدا. ما ينفعش تقول ما فيش حاجة عدل. معرفتك لميزاتك جزء ضروري
من فهمك لنفسك. دي نقطة ضعف، أحد النقاط، بس نشكر الله ما قلبتش خطيئة. معرفتك لنفسك تخليك تعرف ميزاتك، بس إن عرفت ميزاتك لا تفتخر، لا تتكبر. اعرف إن الميزات مسؤولية، والميزات كتير قوي. في واحد بطبعه مخه بيحلل، حتى لو مش دارس حاجة في التحليل، analytical، دماغه كده. على فكرة دي ميزة. في واحد يبص يشوف الصورة الكلية، طبيعته كده. ممكن يكون فلاح بسيط ما بيقراش، بس يعرف يجيب من الآخر كده، يعرف ايه، يبص global كده، طبيعته كده، ميزة. في واحد باله طويل بطبعه، ميزة على فكرة، يستحمل صوت العيال والأطفال والدوشة 10 ساعات، يا بخته. طبعا لازم اتغاظ منه يعني، او يعني اغير منه. في واحد منظم جدا بطبعه. في واحد عنده ميزة انه ما يقدرش ياخد مهمة الا ويعملها 10 من 10، مش ممكن يرتاح الا لما يطلعها مظبوطة قوي. ميزات، كلها ميزات، طباع تقول، مبادئ كويس. اعرف الميزات دي، لازم تعرف. بس دي زي ما قلنا ان نقطة الضعف مش دعوة لليأس او الهروب. الميزة مش دعوة للتكبر ولا الافتخار. اعرف نفسك صح، عشان الميزة هتخليك تشكر ربنا، والضعف هيخليك محتاج ربنا. تاني، الميزة هتخليك دائم الشكر، والضعف هيخليك دائم الاحتياج. والحالتين دول مهمين جدا في التكوين البشري. الإنسان خلق دائم الاحتياج لله، والمفروض دائم التمجيد لله. كده يبقى قديس. على فكرة القديس ما زال في احتياج شديد لله طول الوقت، لأن قداسته هي امتداد لنعمة الله فيه، هو مش قديس بذاته. يبقى اعرف قيمتك، من أنت، اعرف ضعفك، ضعفاتك اقبلها، حب نفسك لكن ما تيأس وما تسمحش بالخطيئة. اعرف ميزاتك، بس مش دعوة للتباهي ولا الافتخار ولا للمقارنة ولا التعالي ولا الكبرياء. 4، اعرف وزناتك. كل ده تحت شعار اسمه ايه؟ اعرف نفسك، تعرف الله. اعرف وزناتك، يعني في مثل الوزنات ربنا قسم على الناس وزنات، والوزنات معناه حاجة تستثمر. الوزن عندهم معناها قيمة مادية تتحط في السوق، استثمار. الوزنات بالنسبة لنا هي كل حاجة اكتسبتها، شهادتك، علاقاتك، صحتك، فلوسك، خبراتك في الحياة، ذكائك. دي مش بس ميزات طبيعية في شخصيتك، لا، دي وزنات. وزنات يعني ايه؟ كل شهادة، كل خبرة في الحياة هي وزنة. ساعات الواحد وزناته تبقى معطلة، عنده خبرات حقيقية ما تجرش بيها، خطر على أبديته، خطر، لأنه جزء من الإيفاليويشن الأخراني ورينا عملت ايه بالوزنة. فلو الوزنة ما اشتغلتش، خطر. انت بتحب ربنا، بس ليه الهندسة بتاعتك ما عملتش حاجة لغيرك؟ ليه الفلوس بتاعتك ما فادتش حد غيرك؟ ليه صحتك راحت للدنيا ما راحتش لحد غيرك او لربنا؟ مش دي وزنات؟ اعرف وزناتك، لان الوزنات دي موجودة عندنا كلنا. بعض الناس عندها وزنات كتير، خبرات كتير، شهادات كتير، وبعض الناس وزناتها قليلة، بس الكل مطالب بالمتاجرة بالوزنات. ولو ما عرفتهاش تبقى ركنتها، تبقى دفنتها. عشان كده لن تعرف الله. ستفاجأ في اليوم الأخير بسؤال، عملت ايه بوزناتك؟ تفتح بقك تقول له، هو ايه الوزنات؟
لا توليد بقى، كان السؤال ده لازم تسأله من بدري عن كده. لكن ده اللي قصده المسيح باللي دفن الوزنة أو لفها في منديل وقعد، ما عنديش حاجة. لا عندك، اعرف نفسك معناه اعرف قيمة نفسك، اعرف ضعفك أو ضعفاتك، اعرف ميزاتك، اعرف وزناتك، أخيرا اعرف رسالتك. أنا مين وأنا ليه؟ ده سؤال مهم أوي. أنا مين عرفناها، في نظر الله أنت صورة الله، أنت ابن لله، أنت بنت ربنا، أنت ربنا يسوع سايبك في الدنيا تبقي شبهه زي العذراء اللي شبهه قوي. أنت وعلى حساب إجابة أنت مين يجي السؤال ليه موجود، عايش ليه، الرسالة بقى. يعرف رسالتك، لأنه أغلب البشر عايشين ما عندهمش إجابة هو أنا عايش ليه، ما عندهمش، أو الإجابات مش مقنعة، بيكتشفوا ده آخر العمر. ما تلاقي واحد على فراش الموت تقول له ها عشت العيشة اللي كان نفسك فيها؟ لا طبعا. عشت ليه؟ كنت عاوز أجيب عيال وربي العيال وأجوز العيال. يحس كده انه يا ريتني ما عشت، او يا ريتني مش هو ده اللي انا كنت عاوزه، او هو ايه اللي انا عملته ده. طب سوري، وانا فرقت ايه عن الحيوانات اللي بتتكاثر يعني؟ عشان الاجابه الاولى ما كانتش موجوده، هو انت مين، فانت مش عارف عايش ليه. اعرف نفسك، اعرف انك موجود هنا عشان الملكوت، انت موجود في الدنيا عشان توصل المسيح للعالم، عشان تنقذ البشر زي المسيح، عشان تخلص العالم مع المسيح. وعلى فكرة كلمة تخلص العالم مش تجاسر مني، احنا بنقول في مخلص واحد هو ربنا يسوع، بس ادانا مشاركة في الخلاص، لأن القديس بولس مرة تجاسر وقال لأخلص على كل حال قوما. هو انت اللي هتخلص؟ لا، ما انا هوصل لهم المخلص، او هوصلهم للمخلص. يبقى هنا اعرف رسالتك، قد تكون رسالة حب صامت. اوكي، انا عايش احب الناس، ماشي، قد تكون رسالة عمل خير، قد تكون رسالة عطاء، قد تكون رسالة تبشير، ايا كان. بس لو ما عرفتش رسالتك كل اللي فات وقع، خلي بالكم، لأن واحد اثنين ثلاثة أربعة غرضها خمسة. لو أنا عارف قيمة نفسي وضعفاتي وميزاتي وزناتي هعرف رسالتي. تاني الجملة دي معلش، لو أنا عارف قيمة نفسي ضعفاتي وميزاتي ووزناتي هعرف رسالتي. أمنا العذراء فهم رسالتها، مش دورها تبقى بولس وتبشر العالم. ليه؟ مش وزنتها. شوفوا البتجسر وأقول إيه، أمنا العذراء مش وزنتها اللي عند بولس، لكن هي رسالتها يمكن أهم من القديس بولس. طبعا هي شريكة سر التجسد، ولد منها الله الكلمة، هي رسالتها الصلاة من أجل العالم كله، لأنها فهمة نفسها، فهي مش لازم تمشي تبشر، مش مطالبة تلف العالم تبشر، بس هي رسالتها الأمومة، الأمومة اللي فيها مش عند بولس، برضو هي مش رسالته. ليه؟ لأن وزناته ميزاته ضعفاته ما تطلعش رسالة العذراء. يوحنا الحبيب غير بطرس غير بولس غير متى غير اندراوس غير الأنبا برام غير القديس أثناسيوس غير الاختلافات دي كلها، هي في الآخر بتصب في اتجاه واحد، رسالة خلاص للعالم كله. بس دول عرفوا نفسهم، يعني عرفوا قيمتهم، عرفوا ضعفاتهم، عرفوا مزاياهم، عرفوا وزناتهم، تجروا اشتغلوا صح، فبانوا كلهم منورين في السماء، لأن هم فهموا نفسهم، عرفوا نفسهم، فعرفوا ربنا صح. كلهم اتمتعوا بربنا، كلهم عشقوا الله، لأن هم حبوا نفسهم
اللي اتخلقت على صورة الله. لو هم اشتغلوا مع ربنا، عشان اشتغلوا مع ربنا دقوه متعوا بيه. فاللي مش عارف نفسه مش عارف يقرب من ربنا. يجي السؤال الأخير، طب أعرف نفسي إزاي؟ هو الكلام شكله سهل. عشان تعرف نفسك، واحد المراية، الإنجيل، القديس يعقوب سماها المراية. ليه؟ ما هو الواحد بيبص في المراية فاكرين مرايتي يا مرايتي مش عارف ايه. طبعا دي بتضحك على روحها. لا، أنا عندي مرايتي يا مرايتي بتقول لي أنت أصلك إيه؟ صورتك الأصلية إيه؟ المسيح. ياه، أنا حلو كده؟ مفروض كده. فأنا بعرف قيمة نفسي من الإنجيل. الإنجيل بيقول لي من أول صفحة أنت اتخلقت شبه الله، وأنت مش هترتاح غير لما تبقى شبه ربنا، وربنا حريص يرجع لك الشبه. والسماء هي عبارة عن التمتع بهذا الشبه الإلهي لأنك ابنه من الأول. البلان كده، الخطة كده. قديس لوقا وهو بيطلع بالأنساب قال فلان ابن فلان ابن آدم ابن الله. هي الخطة من الأول كده. فالإنجيل بيقول لي نفسي دي إيه، بيعرفني نفسي. على فكرة مش بس قمت، بيعرفني ضعفي. لما بقرأ الإنجيل أنا يا رب عندي صغر نفس، فهمته من هنا. عندي كبر نفس، فهمته من هنا. عندي خوف زيادة، فهمته من هنا. عندي عدم محبة، فهمته من هنا. عندي كسل شديد، فهمته من هنا. فهمته؟ يبقى عرفت نفسي من الإنجيل. ده القاموس الإنساني، مش بس قصة الخلاص، ده المرجع الأول للإنسانية، لأنه ده الكتالوج اللي بيقول أنا اتخلقت ليه، واتخلقت على صورة إيه، والأصل في الموضوع إيه، والبوظان اللي حصل ده حصل ليه، والعلاج شكله إيه. هو ده. فيبقى أنا هعرف نفسي كل ما أقرأ الإنجيل، هفهم نفسي أكتر بكل حاجة. هعرف وزناتي، لأني هشوف ناس بقى بالمئات والآلاف فهموا نفسهم، عرفوا وزناتهم، تجروا بيها. فعندي أمثلة كتيرة قوي. يا ترى أنت أقرب لمين في كل دول؟ زي يجي لي شاب كده يقول لي أنا أكتر قديس بيعجبني موسى الأسود، أصلي شبهه. طب يا أخوي خليك شبهه في الآخر. أنت فرحانك شبهه في الأول، طب كويس، بس أنا عاوزك شبهه في الآخر. في واحد تاني يقول لي أنا بحب يوحنا الحبيب قوي، أصلا أنا خجول زيه. ماشي، بس اشتغل بقى، شوف يوحنا الحبيب الخجول ده وصل لإيه. بس كويس، أديك لقيت سامبل أو موديل تمشي ورا. كويس، إذا كنت شبهه في بعض ضعفاته وغالبا شوية من ميزاته، اشتغل على الوزنات وخلينا فرجنا تطلع إيه في الآخر. تاني حاجة تعرفني نفسي هي القعدة مع نفسي. صاحبوا نفسكم، بس من غير شغل مجانين يعني. لكن يعني إيه؟ هو كلمة حب نفسك مش خطية، بدليل إن الكتاب بيقول تحب قريبك إيه؟ كنفسك. يعني في افتراض ضمني إنه الإنسان الطبيعي بيحب نفسه. والقديس بولس قال ليس أحد يبغض جسده، ما حدش بيكره، ده يبقى مريض. يعني الطبيعي إنك بتخاف على نفسك، بتحب نفسك. دي مش الأنانية. الأنانية لما تحبها أكتر من ربنا ومن الناس تبقى في بقى حاجة غلط. لكن تخاف على نفسك، تهتم بخلاص نفسك، طبعا مطلوب. فتاني حاجة اقعد مع نفسك. ليه غضبت؟ أو ليه بتغضب كل ما الموضوع ده يتفتح؟ ما دي هتشخص نقطة ضعف. ليه هنا بتنبسط؟ ما دي يمكن تشخص ميزة أو عيب. ليه الموضوع ده حاسس دايما إنك فاهم فيه؟ ما يمكن ده يشخص وزنة من الوزنات عندك. يبقى وانت بتقعد مع نفسك بتكتشف نفسك. هو انا بعرف اي حد ازاي؟ لما بقعد معاه ببتدي افهمه. طب انا ما عادش مع نفسي كفايه. وعلى فكره دي ملهاش سن، ده ممكن واحد يعني يبقى كبير في السن بس يفهم نفسه متاخر، بس خساره. طب ما نيجي نفهم نفسنا بدري عن كده شويه.
يبقى الإنجيل ونفسك، ثلاثة. تعرف نفسك ممن حولك بس مش أي حد. بمعنى إيه؟ مرة شاب قال، كان يعني إيه مرتبط ببنت كده، وبعدين قال لي أنا معجب ببنت وبابا وماما مش وافقين، وهم طبعا طريقتهم مش عارف إيه ومخهم إيه ومبادئهم إيه، وعمال يحكم على والدي عشان هو معجب بيها. وأنا أبونا دارس كونسلينج وأنا فاهم كويس قوي، وأنا ما يضحكش عليا أبدا. دخل بابا ومامته بعدين، أبونا ابننا مفيش أبسط منه، وأي حد يضحك عليه أصدق مين؟ غالبا بابا وماما، غالبا بيطلع بابا وماما صح. مش لأنهم بابا وماما على فكرة، لأنه هو عاري نفسه غلط. هم مش كارهينه بيغلسوا عليه، بس هم شايفين، لا يا حبيبي أنت مش بتشوف كويس، اختياراتك غلط، لأنك أنت متفائل زيادة، طيب بزيادة. هي أنا طيب هنا يعني سذاجة يعني، أو نقص حكمة يعني، كلمة طيب دي مش دقيقة. القريبين بيحكموا عليك. مرة واحد تاني في قاعدة كده بيقول أصلا أنا خبيث، فكلهم ضحكوا. كلهم ضحكوا ليه؟ قالوا لي ده أكتر واحد غشيم في الدنيا. خبيث ده إيه؟ ده لو حب يتخابس أصغر عيل يفهمه. هو شايف نفسه خبيث، بس الحقيقة مش خبيث خالص، ده هو مقري خالص يعني. يبقى هنا ساعات تحتاج تعرف نفسك من عيون اللي حواليك. مرة أصحاب قعدوا مع بعض كده وعملوا اكسرسايز لطيف، تمرين لطيف، قالوا كل واحد يقول في التاني حاجة حلوة. جالي شاب بعدها قال لي أبونا خمسة من اللي قاعدين قالوا في حاجة عمري ما شفتها في نفسي. قلت له أكيد صح. بيجملوك؟ قال لي لا، قعدة تملق يعني. لا طبعا، كانت قعدة مصارحة وطلعوا عيوب. قال لي عمري ما شفت الميزة دي في نفسي، القعدة دي مفيدة قوي. هم شايفين حاجة يا ابني انت مش راضي تشوفها ليه؟ انت عندك الميزة دي، او عندك الوزنة دي، او عندك الضعف ده. يبقى احيانا المقربين بيبقوا مراية تانية للواقع بقى. يبقى المراية الاولانية دي المثالية اللي نفسنا كلنا نوصل لها، وبتكشف لي كل حاجة، قيمتي وضعفي وميزاتي وزناتي ورسالتي. مراية الناس طبعا مش اي حد، لو سمحت ما تروحش لواحد انت عارف انه هتملقك، لا، او واحد غريب اول مره تقابله رايك فيا ايه، انت يعني مش كلام عاقل ده. لكن ناس عارفينك وعايشين معاك وبيحبوك ومعتدلين بطبعهم، لا كلامهم غالبا صح. لو قلت له ايه نقطه ضعفي هيتصها في وشك على طول، ما عندوش مشكله لانه شايفها وبيعاني منها غالبا. ولو قلت له الميزه هيقولها لك على طول ويعدد لك يمكن مزايا او وزنات. يبقى واحد عاوز تعرف نفسك انجيلك، اثنين نفسك، ثلاثه المقربين، اربعه الصلاه. الصلاه بتعمل ايه حبايبي؟ الصلاه بتوقع الغشاوه اللي على عينينا. مع حضور الله الصلاه الحقيقيه بتخليك بالظبط بتشوف الدنيا صح، نفسك صح، والناس صح، ورسالتك صح، وضعفاتك في حجمها الطبيعي لا كده ولا كده، وميزاتك في حجمها الطبيعي لا كده ولا كده. بالظبط اللي بيقعد يعيش، عارفين اللي بيقعد يعمل المقاس النضارة، فتلاقي في الأول الدنيا مش باينة، وبعد كده غيروا له العدسة، وبعدين يا سلام الدنيا نورت. كل ما تصلي أكتر العدسة تظبط، فتشوف نفسك والناس أصح ما يمكن. لأنك لو عرفت الناس هتعرف الخمسة دول في الناس كمان، مش في نفسك بس. هتشوف كل واحد ده مشروع قديس، دول ولاد ربنا. هتشوف كل واحد في ضعفات، أنا ما بفترضش الناس ملايك لا خالص. هتشوف كل واحد في مزايا وفي وزنات وله رسالة، لأنك اتعودت تشوف نفسك كده.
بس كل ده يجي بالصلاة. الصلاة بتخلي الروح القدس، روح الحق، روح الحق يعني الصح، الصورة الصح كاملة يملأ عقلك وقلبك، ساعتها بتشوف كل حاجة صح، وأولهم أنت والناس، وطبعاً قبلهم ربنا. أخيراً أقول عشان تعرف نفسك، روح لأب اعترافك، خليك أمين في اعترافك. ما أجمل أنك تسأل أبوك الروحي، قل لي يا أبونا بعد 10 سنين كده أحسن حاجة فيا إيه، قل لي يا أبونا أوحش حاجة فيا إيه، مش خطية، طبع أو صفة نفسك تتغير فيا، قل لي هو ربنا عاوزني أعمل إيه بالضبط. بعد معرفتك بيا، الأدفايس دي مهمة جدا، الإرشاد ده مهم، لأن ممكن تفاجأ أن أب اعترافك شايف حاجة غير اللي أنت شايفها عن نفسك بعد اعترافاتك وبأمانة وصدقك. طب ما هو مراية تاني. يبقى عشان تعرف نفسك محتاج تعرف 5 حاجات وتعمل 5 حاجات. أنا خلصت. عشان تعرف نفسك، اعرف قيمة نفسك، اعرف ضعفاتك، اعرف ميزاتك، اعرف وزناتك، اعرف رسالتك. عشان تعرف ده كله اقرأ إنجيلك كويس، اقعد مع نفسك كويس، اسمع الناس اللي حواليك كويس، صلي من فضلك كويس، اعترف بأمانة كويس. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد. Thank you.